السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا درس وهو طريقة التسجيل أو التعليق الصوتي بطريقة صحيحة وبدون مشاكل. أول خطوة نقوم بها وهي تعديل على بعض الإعدادات. نروح إعدادات الصوت، فتح إعدادات الصوت، ونروح للميكروفون، خصائص الجهاز الافتراضية، المستويات، ننزل هذا المستوى لهون الاخر، نزلوه اخر، خلي الصوت هنا عالي، نعمل موافق. هذه اول خطوه. الخطوه الثانيه نروح الاوبشن اوديو سيتنج، نروح نفعل ازيو فور اول. بعض الناس تلقى يقول لك عندي مشكله اني لما اسجل الاغنيه، لما اسجل صوتي اسمع صوتي متاخر عن الاغنيه اثناء الغناء، يعني اثناء الغناء تسمع صوتك متاخر. عشان نشيل المشكلة هذه روح فعل ازيو فور اول. اوكي، فعل ازيو فور اول وبعدين اضغط على شو ازيو بانل، تضغط عليها تطلع لك على هذه النافذة. نزل مستوى البفر هنا، نزله هنا، خلاص راح تتشال منك هاي المشكلة. من خصائص ازيو فور اول هي عزل كل صوت خارجي على برنامج الاف ال ستوديو. اي صوت خارجي على الاف ال ستوديو مش راح يشتغل معاك الى ان تخرج من البرنامج. انا الان شغال على برنامج اف ال ستوديو ازيو، فعل هذه لاني بسجل فيديو. اوكي، لاني بسجل فيديو والان بسمع صوتي متاخر طبعا. اوكي، راح نبدا نغني. نختار اغنيه وموسيقى نغني عليها. اختار مثلا انا واخي. اوكي، اخترنا هاي الاغنية، العالم ما نزيلها ونشيلها، وهذه نستحق، هذه يعني نحتاجها، نحتاج الميكسر. اوكي، نسمع. هاي اغنية نقدر نتحكم في مستوى الأغنية هنا، موسيقى نتحكم فيها هنا عشان تسمع صوتي. اوكي، تمام. الآن كيف راح نغني عليها؟ نروح على الميكسر، نختار أي قناة من هنا، نختار أي قناة مثلا 1 أو 2 لغاية 99. الماستر لا نغني عليه، ما نروح على قناة الماستر، نختار قناة من القنوات هنا. مثلا نفعل الميكروفون، روح هنا ونفعل الميكروفون. الآن صوت الميكروفون طالع من هنا، راح نشيل من قناة 9 صوت الميكروفون اللي بسجل منه الفيديو. الآن صوتي صار طالع من قناة 3. أوكي، نروح نسجل. مثلا بعض الناس يغلطوا، يروح يسجلوا من هنا، يروح يضغطوا على العلامة هذه يبدي يسجلوا من صوتهم، وهذا غلط، هذا راح يطلع معك مشاكل كثير. ف لازمك تسجل من الميكسر. نروح الميكسر، نسجل القناة اللي مفعل عليها الميكروفون، ونروح نختار إديسون. إديسون هاي راح نسجل منها، فعل القناة مثلا. اوكي، راح نجرب نسجل على ميديا، نضغط هنا نفعل مشي الأغنية عشان نسجل عليها صوتي. اوكي، شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها، طيف أنقى من زبد الأيام، أنقى أمي أمي أمي، همساتها أحلى منا. الآن سجلت صوتي، خلاص أنا سجلت صوتي وصار صوتي هنا. طيب، أنا مسجل صوتي على فكرة. أوكي، أنا مسجل صوتي. أنا وأخي، شوق يدفعني لأراها. بعد ما سجلت صوتي هنا، لأني قبل شوي كنت بسجل صوتي ومتأخر، اسمعوا
ولذلك راح يطلع معي أخطاء في التسجيل. أنا هذا سجلته قبل شوي على نظام الـ As You For All. الآن من ميزة الـ FL Studio أنه يعني يشيل الضوضاء، يعني يصفي الصوت. كيف راح نسجل كيف راح نصفي الصوت؟ نعلم هنا على الفراغ منطقة فارغة، نعمل فرشات، نضغط هنا، بعدين نعلم عليه كله. بعد ما نضغط على اكسبت خلاص راح الان راح تشاهد الضوضاء، يعني صار صافي. الان راح ندمج الصوت مع الموسيقى. انتهينا، الان صار صوتي موضوع على خانة تبع الدمج. راح ندمج الان صوتي مع الموسيقى. اذا كنت تعرف تهندس الصوت بها ونعمة، اذا ما كنت ما تعرف اقفل هاي الخانة واعمل سيف، خلي صوتك بس تظهر، وشوف صيغة ويف او ام بي 3 واعمل سيف، اعمل ستارت، خلاص راح يطلع صوتك، وارسله للشخص اللي يعرف يهندس صوتك. اذا ما تعرف خلاص تقدر تتعلم عليه. اوكي طيب، راح نجرب الان نعمل هندسة خفيفة على الصوت. راح نضبط صوتي الان مع الموسيقى، نضغط الت ونضبطه على صوت على الموسيقى الآن. أنا وأخي، أنا وأخي، شوق يدفعني لأراه، شوق يدفعني لأراه، أمي ذكرى لا أنسى. الآن صار صوت بعد طيف أنقى. عشان أهندس صوتي لازم ابعثوا على قناة من قنوات الميكسر، مثلا نختار قناة العاشرة. شوق يدفع، نروح انا واخي اختار قناة هذه، ونروح نعمل نورمالايز. شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا. تخفض الصوت شوية. شوق يدفع، نعمل ريفيرب. شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها. طيف نعمل شوية تكرار وهو الديلاي. شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها. طيف أنقى من زبد الأيام، أنقى أمي، أمي أمي، همساتها أحلى منا، كلماتها باتت نجوى. لا تنسى أخا، ترعاه يدا، لا تنسى أخا، وأخي. شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها. طيف أنقى من زبد الأيام، أنقى أمي، أمي أمي، همساتها أحلى منا، كلماتها باتت نجوى. لا تنسى أخا، تراه يدا، لا تنسى أخا. أنا وأخي، شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها. طيف أنقى من زبد الأيام، أنقى أمي، أمي أمي، همساتها أحلى منا، كلماتها
باتت نجوى. لا تنسى أخا تراه يدا، لا تنسى أخا. أنا وأخي شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها، طيف أنقى من زبد الأيام أنقى. أمي 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 همساتها أحلى منا، همساتها أحلى منا، كلماتها باتت نجوى. لا تنسى أخا تراه يدا، لا تنسى أخا. تقريبا هذا كل شيء، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا جماعة. ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء في دروس مقبلة.